إذن مستمرين مستمعين على مزاج أف أم بحملة أنا مع غزة بهذا اليوم المفتوح لجمع التبرعات ودعم الكافي لإخواننا بغزة. ومعنا الآن على الخط المفكر والداعية الإسلامي طارق السويدان. أهلا وسهلا بك معنا بأنا مع غزة. حياك الله. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم أستاذ طارق. يعني بهذا اليوم المبارك وبهذه اللحظات المباركة، أهلنا وإخواننا وأخواتنا بفلسطين تحت العدوان الإسرائيلي الغاشم، ماذا تقول لجميع المستمعين؟ أول شيء بارك الله فيكم على هذه الحملة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم ويتقبل كل من شارك فيها وكل من دعم، وأيضا يبارك في من لم يستطع أن يدعم مدام ديته الدعم، فالله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر كاملا، فالله سبحانه وتعالى كريم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها نعم له حسن. حتى لو كانت نيته أستاذ طارق أنه هو يقدم ولكن هو يعني ليس في اليد حيلة، فتحسب له مدام الإنسان ناوي يعني يقدم وليس بيده شيء. نعم. فأجره ثابت عند الله عز وجل. نعم. والله سبحانه وتعالى ذكر أولئك الذين كانوا ينوون الجهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم. هؤلاء أجرهم كامل بإذن الله تعالى إن شاء الله. أيضا إن شاء الله. قبل القليل جاءت الأخبار ببداية الحملة أو الغزو الهمجي البري قبل إسرائيل على شعبنا في غزة. نعم. وأنا أقول كلمة هنا، أن القتال في غزة والمقاومة هذه هي شرف الأمة. نعم. واليوم لازم نفهم جميعا أن الصراع ليس بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإنما هو بين الأمة وإسرائيل. نعم. فإسرائيل هذه نشاز في الجغرافيا وفي التاريخ، وهذه خنجر في خصر الأمة، ولابد أن نفهم أن الصراع ليس فقط مع إسرائيل. نعم. وإنما إسرائيل لولا الدعم العالمي وبالذات من أمريكا ما استطاعت أن تصمد. نعم. لن يستطيع الفلسطينيين وحدهم أن يواجهوا إسرائيل وأمريكا وكل العالم، وذلك هم رأس الحربة وهم شرف الأمة وهم الذين يقاتلون نيابة عنا. نعم. فواجب علينا جميعا أن احنا نفهم أن هذا صراع يعني بيننا وبين بني صهيون. نعم. وكثير من الناس يقول لازم ندعم الفلسطينيين، وليس ندعم الفلسطينيين وندعم أنفسنا. نعم. لأن بدون هذا ستنتهك حرمات الأمة ومقدساتها وشرفها ويضيع الأقصى وغير ذلك، فهذه كلها لابد أن تكون في أذهاننا. نعم. ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا، ومن نوى الجهاد فقد غزا، ومن نوى أن يعطي حتى لو لم يعطي لكن بسبب العجز ولا غيره فقد يعني شارك في هذا. نعم. أنا أتمنى أن كل واحد فينا يبدأ يفكر كيف يقتسم اللقمة حتى بحيث أنها يضعها في يد المجاهدين، لأن نحن اليوم نتكلم عن معركة مصيرية، ليست معركة صواريخ كما يقولون، وللأسف بعض الدول العربية تقول الاعتداء المتبادل. نعم. وإنما هي صراع وجود بيننا وبين بني صهيون. نعم. فحملتكم هذه حملة مباركة والمشاركة فيها واجب شرعي. نعم. واليوم احنا عندنا في رابطة علماء الشريعة في منطقة الخليج قد أفتوا بفتوى مهمة جدا، فتوى من جزئين، الجزء الأول وأن دعم المجاهدين في غزة واجب شرعي، والفتوى الثانية أنه يجوز إعطاء الزكاة لهؤلاء، ويجوز تقديم الزكاة ليس فقط من عام واحد وإنما من عامين وإعطاها للمجاهدين. نعم. فأنا أتمنى أن الكل يشارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الكل. نعم. إذن المفكر والداعية الإسلامي طارق سويدان، شكرا على هذه المداخلة. إذن كما ذكرت يعني إحنا نعطي دعوة أخرى لجميع المستمعين بأنه الزكاة يستطيعون منحها لأهالينا بغزة عن هذا العام وعن العام المقبل وعن العام القادم. نعم. إن شاء الله. شكرا. الله شكرا جزيل الشكر العلامة طارق سويدان، وإحنا مستمعينا مستمرين معكم بهالتغطية بأنا مع غزة، وإن شاء الله الأرقام ترتفع أعلى وأعلى، وإحنا بانتظار دائما مشاركاتكم وبانتظار دعمكم لدعم إخواننا بغزة، الله يحميهم دائما. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.